محمد، من حسابات الراجل بالشكل ده اسبابه ايه؟ هل هي اسباب فنيه ولا اسباب غير فنيه؟ هرد لك على السؤال اللي انت فيما طرحته يفكر فيه وانا بغض وعزب النظر نشترك مره فيه. تانية بكررها، بغض النظر عن بطوله الامم الافريقيه. طيب بخصوص طارق حامد، طبعا الصقر احمد حسن في الاستوديو التحليلي قال ان انا عندي معلومه ان الراجل المشكله عنده مشكله مع طارق حامد، المشكله ما لهاش علاقه بالفنيات خالص، المشكله في الشخصيه، ان هو طارق بيزعل لما بيقعد احتياطي، هو الراجل مش حابب الاسلوب ده. فاذا ادي طارق حامد فمش محتاجين نتكلم فيه كتير. النقطه الثانيه هيمه ليها علاقه بحسين فيصل، عاوز ارجع للموضوع من البدايه. كارلوس كيروش كان رايح كاس العرب وهو رافع شعار البطولة دي أنا رايح أجرب فيها، صح ولا أنا غلطان؟ طيب لما هو يبقى إذن في هنا علامة استفهام وفي هنا سؤال لازم يطرح. لما أنت كان عندك في البلان أو في الأجندة بتاعتك كأس العرب وأنت حاطط في دماغك إنك هتاخد فيها لعيبة جديدة وهتجرب فيها لعيبة جديدة وهتجرب فيها لعيبة في مش في مراكزها الحقيقية زي محمد شريف مثلا، الله، يبقى انت جربت محمد شريف اصلا في مباراه انجولا هناك في مباراه صعبه وكانت بالنسبه لنا يعتبر حياه او موت. ليه في التصفيات لما انت حاطط في دماغك كاس العرب للتجارب يبقى ليه جربت في التصفيات واخدت ريسك؟ لان مباراه انجولا دي لو كنا خسرناها لا قدر الله كان الموضوع اتأزم تاني، وجينا هنا في مباراه الجابون اللي اتلعبت في برج العرب ما كانتش هتبقى تحصيل حاصل ولا اي حاجه، وكنا هنفضل لغايه الجوله الاخيره حاطين ايدينا على قلبنا. فاذا انت طالما كان عندك في الكالندر بتاعتك كاس العرب وناوي تجرب لعيبه، ليه ما صبرتش على التجارب اللي انت استخدمتها او جربتها بالفعل في الماتشين او الثلاثه بتوع التصفيات ما اجلتهاش كاس العرب؟ اول سؤال. تاني سؤال، حسين فيصل، زيزو قال في الفنيات، عاوز اجيب لك بقى بالصوره الفنيات لان الراجل ده باين قوي في امور كده انا خلاص بقيت مقتنع بيها. كاس العرب دي بينت لي امور هيلاقيهم في الملف اللي اسمه حسين فيصل.